بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلبة الفرقة الثانية طب بشري، أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وصلى الله وسلم على صاحب هذه الذكرى العطرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحفظ الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك أفضل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الاستراكشر بتاع السمول انتستين اند لارج انتستين. لو احنا بصينا السمول انتستين اللي هي معاها الدقيقة، خدنا في ابتدائي ان هي بتكون حوالي مثلا 6 ل 7 متر، تمام؟ بتتقسم السمول انتستين الى 3 بارتس اناتوميكالي، الى 3 اجزاء. الجزء الاول اسمه الديودينم اللي هو الاثنى عشر، الجزء الثاني اسمه الجيجينم، الجزء الثالث اسمه الاليوم، تمام؟ يبقى دي اللي هي اقسام ال سمول انتستين. طب قبل ما ابدا في السمول انتستين، انا عايز اخد مصطلحين هيبقوا جداد علينا. احنا فاكرين احنا الجنرال ستراكشر بتاع الجي اي تي قلنا 4 طبقات، اول طبقه الميكوزا، بعديها سب ميكوزا، بعديها ماسكولوزا، بعديها سيروزا او ادفنتيشيا. وقلنا الميكوزا بتبقى 3 طبقات في الجهاز الهضمي، اول طبقه الايبيثيليوم، وغالبا الايبيثيليوم بتاع الجهاز الهضمي قلنا في الاسوفيجاس ستراتيفايد سكويماس نان كيراتونايزد، في الاستومك كان تمام سيمبل كولامنر ايبيثيليوم. هناخد بقى في السمول انتستين هيبقى ايه؟ طيب قلنا هيبقى ايبيثيليوم، بعد الايبيثيليوم في طبقه اسمها لامينا بروبريا، بعد اللامينا بروبريا في سين شيت من السموز ماسل اسمها ماسكولاريز ميكوزا. هنيجي نتعرف بقى على الستراكشر المهمه جوه السمول انتستين. لو بصيت انا في السمول انتستين كده هلاقي في فينجر لايك بروجيكشن، حاجات كده زوايا اصبعيه طالعه من التيشو نفسه وداخله على اليومن اهو، وداخله على اليومن هنا اوضح في الجيجنوم، تمام؟ الفينجر لايك بروجيكشن ديت بنسميها الفيلاي اللي هي الخملات. طب تحت الفينجر لايك بروجيكشن كده هلاقي فيه ستراكشر تاني، انغماز للداخل انفاجينيشن. الفيلاي كان ايفاجينيشن، طالع من التيشو وداخل على اليومن، ايفاجينيشن بروز. لكن الحاجه اللي منغمزه جوه التيشو اسمها انفاجينيشن، بنسميها كريبتس اوف ليفر كون، اسمها كريبتس اوف ليفر كون. هنشوفها مع بعض رسمه بسيطه. انا هتخيل ان دي كده ادي الوول بتاع السمول انتست، هيبقى في بروز داخل على اليومن، ادي البروز ده اللي قلنا عليه اسمه ايفاجينيشن، البروز ده بسميه الفيلاي. طب تحتيه بقى حاجة داخلة جوه التيشو نفسه، الحاجة ديت اهي دي اللي داخلة جوه التيشو نفسه بسميها كريبتس اوف ليبركون. يبقى انا عندي الميكوزا في السمول انتستين بتتميز بوجود حاجتين، واحد فيلاي، اتنين كريبتس، والكريبتس دي اسمها كريبتس اوف ليبركون. طب ايه بقى اللي هي الكريبتس اوف لوبر كون اللي انا بشاور عليها ديت؟ الكريبتس اوف لوبر كون عباره عن سيمبل تيوبيولر جلاندس. يبقى الكريبتس اوف لوبر كون يا شباب عباره عن جلاندس بس من نوع السيمبل التيوبيولر. فاكرين الفند الجلاندس كان عباره عن مين؟ تيوبيولر برانشد جلاندس، تمام؟ طيب الكريبتس اوف لوبر كون بتفضي الافراز في اليومن، بس اليومن هنا الآن موجود ما بين مين؟ الفيلاي. ادي الفيلاس اللي هي فينجر لايك، وادي الكريبت، تمام؟ طيب لو بصينا بقى، انا عندي هلاقي في الميكوزا بتاع السمول انتستين استراكشر تاني مهم اسمه البلايكي سيركيولاريز. البلايكا سيركيولاريز ديت عباره عن سم، عبارة عن مين؟ فولدس، وبتكون برومننت، عبارة عن فولدس، تمام؟ وبتكون برومننت ظاهرة. فاكرين اللي كان مشابه للبلايكا سيركيولاريز في الاستومك كانت حاجات برضو عبارة عن فولدس أو ريدجز، سميناها في الاستومك مين؟ الروجين. لكن الفولدس أو
الريدجز الموجوده داخل السمول انتستين اسمها بلايكا او بلايكي جمعها سيركيولاريس. يبقى هرجع تاني، الميكوزا في السمول انتستين واحد، الميكوزا اهم شيء ان فيها فيلاي وفيها كريبتس وفلوباركون، والكريبتس وفلوباركون يا شباب عباره عن سيمبل تيوبيولار جلاند بتفرز الافراز بتاعها في اليومن، اليومن هيبقى ما بين الفيلاي، وقلنا فيها البلايكا سيركيولاريس. طب الابيسيليم ايضا سيمبل كولامنر بس اضيف عليه ابزوربتيف ابيسيليم. يبقى هنا الابيسيليم في الاستومك كان سيمبل كولامنر بس سيكريتوري عشان بيفرز لي الاتش سي ال، بيفرز لي الميوكس، تمام. لكن هنا الابيسيليم في السمول انتستين سيمبل كولامنر ابزوربتيف، لان السمول انتستين بتمتص الاستومك، بتفرز حاجات عشان تساعد في عمليه الهضم. مين اللي هيمتص الغذاء الجاهز؟ السمول انتستين. تاني طبقة في الميكوزا اسمها اللامينا بروبريا. اللامينا بروبريا ديت اللي هي الطبقة التانية ديت بتبقى عبارة عن ايه اللامينا بروبريا؟ عبارة عن لوس كونكتيف تيشو، تمام؟ وبيبقى فيه الجلط. الجلط دي اللي هي ايه؟ عبارة عن الجاسترونتستاينال ليمفاتيك مين تيشو. وايضا بيبقى في اللامينا بروبريا سمول ليمفاتيك نيديولز، تمام، في كل اللامينا بروبريا بتاع الجي اي تي. يبقى لو سالك قال لك ايه هي الجلط، اللي هي الجاسترو انتستاينال ليمفاتيك تيشو، موجود فين الليمفاتيك تيشو ده؟ نركز، موجود فين يا شباب؟ في اللامينا بروبريا. يبقى السمول انتستين كان في اللامينا بروبريا بتاعتها في ليمفاتيك تيشو وسمول ليمفاتيك نيديول، لكن اللامينا بروبريا بتاع الاستومك كان فيها، ايوه شاطرين، الفاندك اند بايلوريك جلاند. طب تالت طبقه اللي هي في الميكوزا اسمها الماسكولاريز ميكوزا، دي هي سيل لير من الاسموس ممكن تمتد جوه الفيلاي، تخش على جوه الفيلاي، بتساعد على الموفمنت بتاع الميكوزا. والفانكشن بتاعته احنا قلنا ابزور، وقلنا طبعا الفانكشن هنا بتاع الجزء ده اكتر اللي هو الابزوربشن، لان فيها ابزوربتيف سيمبل كولامنر سيلز. يبقى ارجع تاني الميكوزا في السمول انتستين، الميكوزا في السمول انتستين فيها ايه يا شباب؟ فيها الابيسيليم، فيها اللامينا بروبريا، فيها الماسكولاريز ميكوزا. طيب يا جماعه، يبقى هل اللامينا بروبريا في السمول انتستين فيها جلاندس؟ لا، اللامينا بروبريا في السمول انتستين ما فيهاش جلاندس، لكن فيها مين؟ الجالت، اللي هي الجاسترو انتستاينال ليمفاتيك مين تيشو. خلصنا كده الميكوزا. طب همسك بعد كده طبقه السبميكوزا. عارفين السبميكوزا دائما عباره عن لوس كونكتيف تيشو بيحتوي على البلاد فيزلز، ويحتوي هنا في السبميكوزا بتاع السمول انتستين في نيرف بلكسس اسمها المايزنرز نيرف بلكسس. طب لو بصيت بقى في الصاب ميكوزا جوه الديودينم، هلاقي في الصاب ميكوزا بتاع الديودينم في جلاندس اسمها البرونرز جلاند او اسمها البرونرز جلاند. البرونرز جلاند ديت بتفرز لي ميوكس القلاين ميوكس. نركز مع بعض، اعرف الجلاندس اللي بتفرز القلاين ميوكس ده ام اس كيو، اعرف الجلاندس اللي بتفرز اسيدك ميوكس، واعرف الجلاندس اللي بتفرز نيوترال ميوكس. فاكرين كان مين بيفرز نيوترال ميوكس في الاستومك؟ اللي هي السيرفس ميوكس سيل. لكن الميوكس نيكسيل كان بتفرز اسيدك، انزل تحت في اسيدتي جايه من الاستومك داخله على السمول انتستين، لازم اعملها الكالينيتي، حاجه تعادلها، فهفرز عن طريق الديودينم الكالاين ميوكس. نحفظها، اول الاستومك كان ايه يا شباب؟ نيوترال، اللي هي ايه؟ السيرفس ميوكس سيل. بعديها هتفرز اسيدك اللي هي الميوكس نيكسيل. نزل في الديودينم عايز عادل الاسيدتي، هعمل الكالينيتي، يبقى البرونرز جلاند بتفرز الكالاين ميوكس، تمام كده. طيب دوت اللي موجود جوه الديودينم، يبقى الديودينم فيه البرونرز جلاند. لكن الديجينم بقى، الديجينم يا شباب لا فيه لا برونرز جلاند ولا فيه ليمفاتيك تيشو او ليمفاتيك نيديولز. لكن لو بصينا على الاليم هنا بقى، بص ادي الميكوزا مليش دعوه بيها، ادي الصاب ميكوزا اهي. بص الصاب ميكوزا فيها كور شكلها اوفال او بيراميدال،
وكبيره، تمام، لدرجه انها ممكن تخش على الماسكولاريز ميكوزا، بتخش على الماسكولاريز ميكوزا. الكور ديت مين الليمفاتيك نوديولز، هنا بنسميها البايرز باتشز. يبقى في ليمفاتيك نوديولز موجوده في الاليوم اسمها البايرز باتشز. يبقى الصب ميكوزا في الديودينم فيها برونرز جلاند بتفرز لي، ايوه، الكالاين ميوكس. الصب ميكوزا في الاليوم فيها ليمفاتيك نوديولز اسمها البايرز باتشز عشان الاميونيتي. الصب ميكوزا في الديجينم ما فيهاش لا برونرز جلاند ولا بايرز باتشز، تمام. تالت طبقه هتبقى الماسكولوزا. طب اتوقع هنا يا شباب الماسكولوزا في الاستومك فوق كانت ثلاث طبقات، طب الماسكولوزا في الاستومك تحت في البايلورس كانت طبقتين، يبقى هتبقى في السمول انتستين ايضا طبقتين. الماسكولوزا هتبقى انر سيركولار واوتر لونجيتيودينال. طب في الماسكولوزا هلاقي فيها الاربخ نيرف بلكسس ما بين الاوتر لونجيتيودينال فايبرز، يبقى انا عندي في السمول انتستين في تو نيرفس بلكسس، واحده في الصب ميكوزا اسمها المايزنرز نيرف بلكسس، واحده في الماسكولوزا في الاوتر لونجيتيودينال سموها الايرباخس نيرف بلكسس. الايرباخ نيرف بلكسس ديت مسؤوله عن البريستاليسيس، مسؤوله عن الحركه الدوديه للامعاء. في ناس بيحصل عندهم تدمير او عدم نمو للايرباخ نيرف بلكسس، اطفال مولودين، فعلى طول الطفل ده الحركه الدوديه بتاع الامعاء مش شغاله، فيحصل ديستنشن، انتفاخ في مين؟ في البطن. والانتفاخ دوت ممكن يكون مصحوب بامساك شديد. المرض ده بنسميه مين؟ بنسميه حد شاطر عارفه؟ بيسمى هيرش سبرانج ديزيز. اسمه هيرش سبرانج ديزيز، او ليه اسم تاني جانجليونيك ميجا كولون. الكولون البلكسس اللي فيها والجانجليا مش شغاله، تمام، فبينسميه اجانجليونيك ميجا كولون. هو طبعا بيبقى فيه اللارج انتستين. طيب اخر طبقه هلقاها في السمول انتستين هنا هتبقى محاطه بميزوسيليوم اللي هو البريتونيوم، هسميها سيروزا. احنا لو قال لك ايه هما السيروس ميمبرينز، فاكرينها من سنه اولى، اول ميمبرين حوالين الهارت اسمه بريكارديوم، غشاء التامور. في ميمبرين حوالين اللنجز اسمه بلورا، الغشاء البلوري. في ميمبرين سيروس ميمبرين حوالين الدي اي تي اسمه بريتونيوم، المساريقه او الغشاء البريتوني. والابيسيليوم اللي فيه اسمه ميزوسيليوم، اسمه ايه؟ ميزوسيليوم. ارجع تاني، لو بصيت هنا السمول انتستين بتتكون من فيلاي، وتحت الفيلاي في جلاندس اسمها كريبتس، والكريبتس دي ممكن توصل للماسكولاريز ميكوزا. لو هعمل مقارنه ما بين الديودينم والجيجينم والاليوم، اول مقارنه لازم احبها واعرفها ان الصب ميكوزا في الديودينم فيها البرونرز جلاند، ودي بتفرز شاطرين، بتفرز الكالاين ميوكس. الجيجينم لا فيه لا برونرز ولا بايرز باتشز. الاليوم فيه بايرز باتشز. طب الفيلاي بتاع الديودينم بتبقى لونج وبرود، طويله وعريضه اهو. بص بقى الفيلاي بتاع الديجينم لونج ونارو. طب الفيلاي بتاع الاليوم بتبقى فيو وشورت، فيو وشورت. ادي الفيلاي بتاع مين؟ الاليوم اهي، فيو وشورت. الجوبلت سيل هتبقى كتيره او موجوده في الديودينم. كل منزل الجبل سيل دي بتفرز ميوكس، انا عايز اكتر كل منزل تحت. هتبقى في الديودينم موجوده، في الجيجينم اكتر، في الاليوم اكتر بكتير. يبقى الجوبلت سيل اكتر بكتير في مين يا شباب؟ في الاليوم. طب في خليه اسمها الام سيل. الام سيل دي لها اسم تاني، مايكروفولد سيل، مايكروفولد سيل. والام سيل دي تعتبر واحده من الانتيجين بريزنتنج سيل. يعني ايه الانتيجين بريزنتنج سيل يا شباب؟ انتيجين يعني انا عندي البايرز باتشز. فين البايرز باتشز يا شباب؟ في الاليوم، شاطرين. طب البايرز باتشز دي ليمف،
هو اللي بيصنع الاجسام المضاده. طب مين يجيب له الفيروس او البكتيريا اللي هيصنع لها الاجسام المضاده؟ الام سيل، اسمها انتيجين بريزنتنج، الانتيجين اللي هو سواء فيروس او بكتيريا او فورم بودي. مين اللي يوصله للليمف الليمفاتيك نوديول؟ الام سيل. تقول لها اتفضل يا ست ليمف نود، انا جبت لك الانتيجين اهو عشان تصنعي له الانتي بوديز. طب اتوقع ان ديودنم فيه ام سيل؟ لا، ان ما فيهوش فايرز باتشز. الجيجنوم فيه ام سيل؟ لا، لان ايضا ما فيهوش فايرز باتشز. الاليوم هيبقى فيه ام سيل، وده مهم جدا. ام سيل بريزنت ان ديودنم جيجنوم اليوم، هيبقى في مين؟ في الاليوم. تمام كده؟ ده اللي هو الديفرنس ما بين الثري بارتس بتوع السمول انتستين. هنرجع بقى عشان نتكلم على ايه هي الخلايا الموجودة في السمول انتستين. فاكرين يا شباب الخلايا السيلز اللي موجودة في الاستومك؟ واحد سيرفس ميوكس سيل، اتنين ميوكس نيك سيل، تلاتة كان البرايتال سيل، اربعة كان البيبتيك او تشيف سيل، خمسة كانت الاي بي يو دي او ارجنتا فاين او انتيرونتوكراين، ستة كانت ستيم سيل. طيب هنا السيلز اللي موجودة في الفلاي مش كلها زي اللي في مين؟ في الكريبت. طب ايه هي الفيلاس؟ هرجع الفيلاس تاني، عبارة عن فينجر لايك بروجيكشن، ادي بروزة بتتكون من ميكوزا جواها سنترال كور من اللامينا بروبريا. طب اللامينا جواها بقى في القلب بتاعها الاقي فيه وعاء لمفاوي اسمه لاكتيال، اسمه سنترال لاكتيال، فيها بلاد كابيلرز، فيها جزء من السموز ماسل بتاع الماسكولارز ميكوزا، ديت اللي هي الفيلاس. طب ايه فايدة الفيلاي يا جماعة؟ الفيلاي ان جنرال فايدتها بتزود السيرفيس اريا. طب السمول انتستين بتقوم بعملية الابزوربشن الامتصاص، يبقى هنا الفانكشن بتاع الفيلاي انكريز السيرفيس اريا فور ابزوربشن. تمام. طيب ايه هو الابيسيليال لايننج بتاع الفيلاي؟ ثلاث انواع من الخلايا فقط. اول خليه اسمها ابزوربتيف كولامنر سيل، تاني خليه اسمها الجوبلت سيل، ثالث خليه اللي هي الانتيرونتوكراين او ارجنتا فاين او اي بي يو دي سيلز. تمام. طيب الكريبت بقى نفسه، الكريبت قلنا ده عباره عن سيمبل تيوبولار جلاند، ممكن توصل الكريبت زي ما قلنا لغايه الماسكولاريز ميكوزا. الكريبت بيبقى فيه بالاضافه الى الثلاث خلايا بتاع الفيلاي اللي هم الابزوربتيف كولامنر والجوبلت والاي بي يو، بيبقى فيه الستيم سيل، في البانسيل مهمه جدا البانسيل، في الام سيل. وفاكرين احنا يا شباب الام سيل قلنا موجوده في مين؟ في الاليوم ولا في الجيجنوم ولا الديودينوم؟ في الاليوم. قلنا ليه موجوده في الاليوم بس؟ لان الاليوم هو اللي فيه البايرز باتشز الليمفاتيك نوديولز. لو حصل بقى طفل جاله ضيارية اسهال او مرض ما، او اي حد جاله مرض في السمول انتستين جاسترونترايتس، كلمة جاسترونترايتس معناها النزلة المعوية، هيحصل شيدنج اوف للفيلاي والحاجات دي، بيحصل رينيوال للانتستينال ابيسيليم. وايه هو الانتستينال ابيسيليم؟ اللي في الفيلاي واللي في الكريبتس. التجديد بتاع الانتستينال ابيسيليم بيكون من 3 الى 5 ايام عن طريق الخلية اللي هي ستيم سيلز. يبقى التجديد بتاع الانتستينال ابيسيليم من كام يا شباب؟ من 3 الى 5 ايام. وبالتالي انا عندي مثلا على سبيل المثال عنده طفل عنده نزلة معوية وعنده اسهال شديد واديته علاج وعدى 5 ايام او 10 ايام الاسهال مازال مستمر، اقول له بقى لا ده حصل عنده نقص في انزيم اللاكتيز اللي كان موجود على الفيلاي، لانه ما حصلش ريجنريشن كويس لمين؟ للفيلاي. تمام. فهدي له لبن خالي من اللاكتوز. طيب في عنصر مهم جدا بيساعد على عمليه الريجنريشن في الفيلاي اللي هو الزنك. عنصر مين يا شباب؟ الزنك. تمام. هنبدا ناخد خليه خليه من خلايا السمول انتستين. اول خليه اسمها ابزوربتيف كولامنر سيل، موجوده فين الابزوربتيف كولامنر؟ موجوده في الفيلاي والكريبتس، يبقى اقول السايت بتاعها. رقم 2 من اسمها دي عباره عن كولامنر سيل،
لها بيزال اوفال نيوكليس، فيها ابيكال اسيدوفيليا، ولها براش بوردر. لها براش مين بوردر عشان تقوم بعمليه الابزوربشن. الفانكشن بتاعتها بتعمل ابزوربشن للفود، وبتعمل كومبليت دايجيشن للكربوهيدرات والفاتي اسيدز والمونو جليسرايدز. يبقى دي بتقوم بعمليه الابزوربشن وكومبليت دايجيشن، اللي بيبدا الدايجيشن في الاستومك. تمام، مين اللي بيكمله؟ في السمول انتستين عن طريق الابزوربتيف كولامنر سيل. لو بصينا عليها بالاي ام هلاقي فيها ابيكال مايكروفيلاي، هلاقي فيه لاترال بوردر في جانكشن كومبليكس، هلاقيها فيها ميتوكوندريا كتيره، سموز اندوبلازم كريتيكولم كتير، ار اي ار كتيره، جولجي كتير. السيل كود بتاعتها مليانه بالانزيمز اللي هي بتحول الدايجستيف فود الى او الدايساكرايدس الى مونوساكرايدس. يبقى الانزيمز الموجوده هنا اللي بتكسر لي الدايساكرايدس اللي هي السكريات الثنائيه الى مونو احاديه عشان يسهل امتصاصها. تمام، يبقى الابزوربتيف كولامنر سيل موجوده فين؟ في الفيلاي والكريبتس. احنا قلنا ثلاث خلايا موجوده في الفيلاي بس ايضا موجودين في الكريبتس، اللي هو الابزوربتيف كولامنر والجوبلت سيل. ومين تاني؟ ايوه، وقلنا مين؟ في الام سيل. لكن في خلايا مش موجوده في الفيلاي لكن موجوده في الكريبتس، اللي هي الستيم. سوري، ما كانش الام بقى، كانت مين؟ الاي بي يو دي، الستيم والام، ومين تاني؟ والبانيسيل. طيب البانيسيل دي خليه مهمه. دي موجوده فين يا شباب؟ موجوده في الكريبتس فقط، موجوده ايضا في السمول انتستين في البيز بتاع الكريبتس. عباره عن كولامنر سيلز لها بيزال اوفال نيوكليس، يبقى كولامنر سيلز ولها بيزال اوفال نيوكليس، لها بيزال بيزوفيليا وابيكال اسيدوفيليا، دي الكاركتر بتاع البروتين سيكريتنج. اكتيف بروتين فورمينج سيل، ايه هي الكاركتر تاني بتاع البروتين فورمينج او بروتين سيكريتنج سيل؟ واحد، مليانه بالميتوكوندري. اتنين، ويل ديفلوبد ار اي ار، فيها فري رايبوسومز. الجولجي بيكون سوبرا نيوكليار، فيها ابيكال اسيدوفيليا وفيها بيزال بيزوفيليا، بس هي بتكون اكتر بيزوفيليك لان فيها ار اي ار بكميه كبيره ورايبوسومز. تمام كده. الابيكال بيبقى فيه لارج الكترون دينس، لونها غامق، جرانيولز، اللي هو الافراز اللي بتفرزه البانسيل. البانسيل بتفرز انزيم اسمه اللايسوزايم. اللايسوزايم له بكتيري سايدل اكشن. ايه البكتيري سايدل؟ كلمة سايدل يعني قاتل. يبقى اللايسوزايم ده بيقتل البكتيريا اللي بتخش جوه السمول انتستين. لكن لو قال لك بكتيريوستاتيك، ده معناه انه يوقف نشاط او عمل البكتيريا. يبقى البانسيل بتفرز انتستاينال لايسوزايم اللي هو له بكتيريوسايدال اكشن. في خليه في الاستومك كانت بتفرز لي اللايسوزايم. افتكروها واعرفوا. طب تالت خليه اسمها الام سيل. الام سيل ديت هلقاها فين يا شباب؟ قلنا دي اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. انتيجين بريزنتنج سيل تو لينفوسايت في البايرز باتشز. هنبص هنوضحها مع بعض ابسط. ادي كده، ادي الفيلاي اهي، وادي الكريبتس. ركز، ادي الفيلاي وادي الكريبتس اهي، وانا هنا يا شباب في مين؟ انا هنا في الاليوم. فقلنا الميكوزا بتاع الاليوم فيها كور من الليمفاتيك تيشو اسمها الليمفاتيك نوديولز، كان اسمها البايرز مين؟ باتشز. ديت البايرز باتشز. طيب في بقى الخليه الجميله دي اسمها الام سيل. الام سيل او المايكروفولد، ايه اللي هيحصل؟ هيجي الانتيجين، ادي الانتيجين اهو. الانتيجين ده سواء فيروس او بكتيريا او اي فورم بودي، مين اللي هيشيل الانتيجين ويجيبه للبايرز باتشز؟ الام سيل.
الام سيل دي لها اسمها تاني مايكروفولد سيل. طب البايرز باتشز الجميله ديت مليانه بليمفوسايت، واحنا عارفين الليمفوسايتس في منها التي والبي، والفانكشن بتاعتها بتصنع لي الانتي بوديز. الانتي بوديز لو مشت جوه الدم بسميها هيومرال اميونيتي عن طريق البي ليمفوسايت. الانتي بوديز لو اتصنعت على سطح الخليه بسميها سيلولار اميونيتي او سيل ميديتد اميونيتي. مين اللي بيصنعها؟ التي ليمفوسايت. يجي الانتيجين، مين اللي وصل الانتيجين؟ مين الموصلات هنا؟ الام سيل يوصلها للليمفوسايت في الفيروس باتش تروح مصنعه الانتي بوديز. يبقى دي واحده خلايا مسؤوله عن عمليه الاميونيتي، لكن دي خليه موصله اللي هي الام فسموها انتيجين بريزنتنج سيل. يبقى الام سيل، الام سيل موجوده بس فين؟ الشورت في اللاي بتاع البايرز باتشز في الاليم فقط، ودي عباره عن فلات سيل. ادي دي خليه فلات. لو بصيت على الخليه البيزال كافيتي مليان بليمفوسايتس، شايف البيزال كافيتي بتاعها اهو، الكافيتي ده مليان بليمفوسايتس متصله بجنكشن كومبليكس للخلايا اللي جنبيها، لكن الخليه ديت ما فيهاش مايكروفيلاي. الخليه الام سيل دي ما فيهاش مايكروفيلاي، تمام. البيزمنت ممبرين تحتيها بيكون ابسنت. ليه البيزمنت ممبرين ابسنت؟ عشان تبقى ان دايركت كونتاكت مع البايرز باتشز. يبقى هي موجوده فوق البايرز باتشز، تمام، ملهاش بيزمنت ممبرين عشان اعدي منطقه اتصال قويه ما بينها وبين البايرز باتشز. هي اللي بتجيب الانتيجين زي ما قلنا توصله للبايرز باتشز للليمفوسايتس عشان تعمل له الانتي بودي، فسميناها انتيجين بريزنتنج سيل. لها اسم تاني الام سيل، ها، مايكروفولد سيل. اسمها ايه يا شباب؟ مايكروفولد سيل. طبعا الستيم سيل زي ما خدناها في الاستومك، الاي بي يو دي او الارجنتفاين سيل زي ما خدناها ايضا في مين؟ في الاستومك. والجوبلت سيل خدناها في سنه اولى، والجوبلت سيل كانت واحده من اليوني سيلولار جلاند. لو سالك سؤال او في الام اس كيو ايه هي اليوني سيلولار جلاند، هي واحده بس الجوبلت سيل. يعني مين الغده وحيده الخليه؟ هي الجوبلت سيل. وقلنا الجوبلت سيلز موجوده في الديودينم بس اكتر منها في الجيجينم، اكتر بكتير في الاليم. كده احنا خدنا السيلز اللي موجوده في الانتستاينال ابيثيليوم. ارجع تاني، الفيلاس كان فيه 3 لكن الكريبت كان فيه 6. احنا كده خلصنا السمول انتستين. طيب هنمسك بعد كده اللارج انتستين. اللارج انتستين اللي هو القولون، اللي هو القولون، لان انا عند اللارج انتستين في الاسندنج كولون، الترانسفيرس كولون، الديسندنج كولون، وبعدها يجي بقى السيجمويد كولون. فاللارج انتستين ايضا 4 طبقات: ميكوزا، سب ميكوزا، ماسكولوزا، وايضا سيروزا. طب الميكوزا في اللارج انتستين ما فيهاش فيلاي، فيها كريبتس فقط. فيها مين؟ كريبتس فقط. ادي الكريبتس. الابيثيليوم بتاع اللارج انتستين سيمبل كولامنر ابزوربتيف ابيثيليوم ويز اباندنت جوبلت سيل. يبقى هنا الابيثيليوم فيه الكولون في اللارج انتستين سيمبل كولامنر ابزوربتيف ايضا زي السمول، بس هنا مليان بالجوبلت سيل. فاكرين الجوبلت سيل موجوده في الديودينم، موجوده اكتر في الديجينم، موجوده اكتر بكتير في الاليوم، موجوده اكتر بكتير جدا في مين؟ في الكولون او في اللارج انتستين. باللارج انتستين ما فيهاش فيلاي. طب اللامينا بروبريا عباره عن لوس كونكتيف تيشو بيحتوي على لونج اهو وديب وستريت جلاندس، اللي هي الجلاندس دي اللي هي اسمها كريبتس اوف ليبركون، اللي فيها سمبل كولامنر ابيثيليوم وستيم سيل والايبيودي سيلز، تمام، والايبيودي سيلز اللي هي الانتيروندوكراين سيلز موجوده في البيز بتاعتها. وايضا هنا بيبقى في الكريبت في اللامينا بروبريا ليمفاتيك نوديولز، فيها ايضا ليمفاتيك نوديولز بس ديت مش البايرز باتشز، مش البايرز مين؟ باتشز. يبقى تاني الابيثيليوم بتاع الكولون سيمبل كولامنر ابزوربتيف ابيثيليوم ويز اباندنت جوبلت سيل. اللامينا بروبريا فيها الكريبتس اوف لوبر كون، بس الكريبتس اوف لوبر كون هنا
هل هيبقى فيها البانسيل ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه. الماسكولارز ميكوزا هنا في اللارج انتستين هتكون 2 سين لايرز من السموز مصل، طبقتين من السموز مصل. طيب الصب ميكوزا اللي في الكولون بتاع عباره عن لوس كونكتيف تيشو بيحتوي على المايزنرز نيرف بلكسس. لو مسكنا بعد كده الماسكولوزا، الماسكولوزا في الكولون طبقتين، انر سيركولر واوتر لونجيتودينال. بس الماسكولوزا هنا بتتميز ان هي موديفايد. الموديفيكيشن ده بيعمل لي ثلاثة سيبريت ماسل باندلز اسمها التينيا كولاي. يبقى التينيا كولاي ديت اللي هي الماسل باندلز اللي موجوده في الماسكولوزا. في حاجه بقى اسمها هاسترا كولاي. الهاسترا كولاي او اسمها القبيبات القولونيه، اسمها ايه؟ القبيبات القولونيه. الهاسترا كولاي ديت دي اللي بتدي الساكيوليشن اللي موجود، عباره عن ساكيولز موجوده في اللارج انتستين في الكولون، والساكيوليشن دوت بيعمل لي اللي هو التجاويف دي، بتخلي اللارج انتستين سيجمنتد. لو بصينا على الكولون، بص على الكولون هتلاقيه سيجمنتد عامل زي القطعه كده. ايه اللي مخلاه سيجمنتد كده؟ اللي هي التجاويف ديت السيكيوليشن اللي احنا قلنا عليها اسمها هاسترا كولاي او القبيبات القولونيه. تمام، ادي الهاسترا كولاي بتاع الكولون، هي عامله زي تجاويف، عامله زي القباب كده، قباب هي اللي بتخلي الكولون سيجمنتد. طب يا جماعه الهاسترا او الهاسترم لما بيحصل فيها كونتراكشن انقباض بيخلي لي الحركه عامله زي حركه مقسمه سلو، يعني بيعمل حركه بتقسم لي الكولون. تمام، وبتكون حركه بطيئه بتحصل كل 25 دقيقه. فيحصل هاسترم، يحصل له ديستنشن لانه هيتملى، اتملى بالفود. تمام، وده يؤدي الى ستيميوليشن للمصل ان هي يحصل لها كونتراكشن تدفع الكونتنتس للنيكست مين هاسترم. لمن الهاسترم ده اللي هو السكيول او البوش الجيب، ماشي، اللي جوه الكولون او اللارج انتستين. مين اللي بيعمل الهاسترم؟ يعتبر التينيا كولاي. احنا عارفين ان التينيا كولاي واخده كل اللينس بتاع اللارج انتستين. تمام، بتاخد كل اللينس بتاع اللارج انتستين، لكن التينيا كولاي اكثر من الانتستين، من اللارج انتستين، وبالتالي طالما هي قصيره هتعمل سيجمنتس. وهتعمل ايه سيجمنتس؟ هتعمل الجيوب اللي هي الهاسترا كولاي، والهاسترا كولاي لها دور في عمليه الكونتراكشن. اخر حاجه هنلاقيها في الماسكولوزا هنا الايرباخ نيرف بلكسس ما بين المسلز. يبقى ما يميز الماسكولوزا في اللارج انتستين او في الكولون، واحد انها تو لايرز، انر سيركولر واوتر لونجيتودينال. في حاجه اسمها التينيا كولاي اللي هي موديفايد ثلاثه سيبريت باندلز. والتينيا كولاي لما بتعمل التينيا كولاي يا جماعه في الطول بتاعها اقل من اللينس بتاع اللارج انتستين، ففي حتت هتبقى منتفخه، هتعمل تجاويف اسمها الهاسترا كولاي وكل واحده اسمها هاسترم. تمام، ايضا موجود في الماسكولوزا الايرباخ نيرف بلكسس اللي قلنا عليها. لو مش موجوده اللي هي بتعمل اجانجليونيك ميجا كولون اللي هو بيعمل لي الهيرشز برانج ديزيز، ماشي، اللي هو القولون المنتفخ باستمرار، وده ليها عمليه بتشال الجزء مين اللي ما فيهوش الجانجليا. اخر طبقه في اللارج انتستين اللي هي السيروزا عباره عن لوس كونكتيف تيشو اللي هو الميزوسيليا، بيحتوي على فاتي اكيوميوليشن بنسميها الابنديشز ايبي بلوكي. يبقى ايه هي الابنديشز ايبي بلوكي؟ عباره عن تجمعات من الدهون موجوده في طبقه السيروزا. فين؟ في اللارج انتستين فقط، في اللارج انتستين فقط. لو جينا نعمل بقى تفرقه ما بين السمول انتستين واللارج انتستين، واحد الفيلاي موجوده في السمول مش موجوده في اللارج. اتنين الابيسيليم
الابيثيليوم بتاع السمول انتستين سيمبل كولامنر ابزوربتيف واسكت. الابيثيليوم في اللارج انتستين سيمبل كولامنر ابزوربتيف ويز جوبلت سيل. يبقى هنا في السمول انتستين في جوبلت سيل قليله، لكن اللارج مليانه بالجوبلت مين سيلز. السمول انتستين ابزوربتيف اكتر، اللارج انتستين اقل. طب السمول انتستين فيها الباني سيل في الكريبتس، اللارج انتستين ما فيهاش الباني سيل. فاكرين الباني سيل اللي بتفرز اللايسوزايم اللي له بكتيريا سايدال اكشن. الام سيل موجوده في السمول انتستين مش موجوده في اللارج انتستين. اللامينا بروبريا في السمول انتستين ما فيهاش ليمفاتيك نيديولز، لكن اللامينا بروبريا في اللارج انتستين فيها سولاتري ليمفاتيك نيديولز. الصب ميكوزا في السمول انتستين في ديودينم فيها البرونرز جلاند، في الجيجينوم ما فيهوش، في الاليوم فيه البايرز باتشز. الصب ميكوزا في اللارج انتستين ما فيهاش حاجه. التينيا كولاي مش موجوده في السمول انتستين، موجوده في اللارج انتستين. صلي على محمد. الابنديشز ايبيبلوكي اللي هي عباره عن تجمعات من الفات في السيروزا في اللارج انتستين موجوده مش موجوده في السمول انتستين. طبعا تفرقه زي ديت ممكن يجي لك ام سي كيو منها كتير. خلاص؟ يعني اقول لك الام سيل بريزنت ان لارج انتستين جيجينوم اليوم ديودينوم، اروح كاتب مين يا شباب؟ في الاليوم عشان هو اللي فيه البايرز باتشز. بايرز باتشز بريزنت ان جيجينوم ديودينوم اليوم كولون، لا في مين؟ في الاليوم فقط. الابنديشز اي بلوكي بريزنت ان جيجينوم اليوم كولون، هتبقى في الكولون فقط. كده احنا خدنا الجنرال بتاع اللارج انتستين. كلنا سمعنا عن الزايدة الدودية اللي هي اسمها الابندكس. لو خدنا احنا هنا ده اللي هو الكولون في الاخر اهو، هيعمل حاجة اسمه السيقم. السيقم ده منتفخ اهو، هيبقى فيه زايدة كده صغيرة قبل ما يطلع الاسندنج كولون. الزايدة ديت بلايند، اسمها الابندكس او الزائدة الدودية. الابندكس او الزائدة الدودية لها ستراكشر مختلف شوية. اول اختلاف عن الكولون ان هي بتكون نارو ديامتر وبلايند اندد، يعني مقفولة مش مفتوحة. رقم اتنين ان الكريبتس فيها بتكون شالو ضحلة مش ديب زي الكريبتس في مين؟ في الكولون. رقم تلاتة جوبلت سيل فيها بتكون بكمية قليلة. رقم أربعة لا فيها تينيا كولاي ولا أبنديشز إبيبلوكي. يبقى طالما ما فيهاش تينيا كولاي في الأبندكس يبقى ما فيهوش الهاسترا كولاي، وقلنا الهاسترا كولاي عبارة عن تجاويف اللي بتدي الكولون المنظر المقطع السيجمنتد، عامل زي القطع كده. تمام؟ يبقى الأبندكس لا فيه أول حاجة بلايند إنت ونارو ديامتر، اتنين شالو كريبتس جوبلت سيل قليله، ما فيهوش تينيا كولاي ولا ابنديشز ايبي بلوكي. ايه يا دكتور ايه الابنديشز ايبي بلوكي؟ الابنديشز ايبي بلوكي قلنا عباره عن قطعه من الدهون موجوده في السروزه بتاع الكول. طب الاستراكشر بتاع الابندكس اهو، الابيثيليوم كولامنر ابزوربتيف، في فيور جوبلت سيل، في اي بي يو دي، وفي ام سيل. تخيل الابندكس في ام سيل، يبقى له دور في مين؟ في الاميونيتي. اللامينا بروبريا بتبقى فيور وشورتر وبرانشد وبلها شكل انفيرتد واي شيب. ده لما ابص تحت الميكروسكوب الاقي حرف واي مقلوب اهو، ده في اللامينا بروبريا بتاع مين؟ الابندكس. يبقى انا مغمض ده الابندكس. الانفيرتد واي شيب دي هي الكريبتس، يبقى الكريبتس في الابندكس شكلها حرف الواي المقلوب. الماسكولاريز ميكوزا بتكون بورلي ديفلوبد او ابسنت، وممكن ما تكونش موجوده، يعني ما فيهاش ماسكولاريز ميكوزا. الصب ميكوزا عباره عن لوس كونكتيف تيشو في ليمفاتيك نيديولز، يبقى دي كل الليمفاتيك نيديولز في مين؟ في الصب ميكوزا، لكن ما فيهوش بايرز باتشز. الماسكولوزا بتكون سين انر سيركولار واوتر لونجيتيودينال، لكن ما فيهاش التينيا كولاي. التينيا كولاي اللي هي كان عباره عن موديفايد
ماسكولوزا في الكولون، السيروزا ما بفيهاش ابنديشز ايبيبلوكي. يبقى ما يميز الابندكس الكريبتس بتاعته اللي هي شالو عامله زي حرف الواي المقلوب. ما يميز الابندكس ان ما فيهوش لاتينيا كولاي ولا فيه ابنديشز ايبيبلوكي. ما يميز الابندكس ان في بعض الام سيلز، في بعض مين الام سيلز. طيب يا جماعه احنا كده خلصنا الكولون كله. طيب زي ما كان الدايجستيف سيستم من فوق السراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد عشان يحميه، لازم من تحت في الانال كانال فيها متعرضه للاحتكاك هيبقى ايضا السراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد. يبقى هناخد ايه هو الريكتو انال جانكشن، منطقه اتصال الريكتم اللي هو جزء من الكولون ب الانال كانال. لغايه الريكتم كان عباره عن سيمبل كولامنر ابيثيليوم في جوبلت سيل هيتحول الى استراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد ابيثيليوم، تمام. وبعديها بره خالص في الانال كانال من بره عايز كيراتين عشان يحمي اكتر، هيبقى استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد، بمعنى ان هو فيه سكين وفيه سبيشيوس وهير، دايما هتلاقي حوالين الانال كانال من بره فتحه الانس هتلاقي فيه سكين وفيه سبيشيوس وهير وسويت مين جلانس. اللامينا بروبريا، تمام، اللامينا بروبريا هتبقى موجوده. الصاب ميكوزا هتبقى متصله ايضا بالانال كانال بس هيبقى فيها كونكتيف تيشو. الماسكولوزا انر سيركولر هتبقى سيكن في الجنكشن، هتعمل لي الايه انترنال انال سفنكتر، هتعمل لي الصمام الداخلي، تمام، اللي بيتحكم في عمليه الديفيكيشن، الديفيكيشن اللي هي التبرز. الاوتر بتبقى لونجوتيودينال وبتعمل لي الاكسترنال سفنكتر ودي بتكون استرييتد مسل. يبقى الماسكولوزا في الريكتو انال جنكشن جوه انر سيركولار سموز، تعمل لي الانترنال انال سفنكتر. ما ينفعش ان انا اخلي سكيليتال ماسل جوه الجسم، تمام. طيب بره الاكسترنال انال سفنكتر هتكون استرييتد ماسل. طيب في الريكتو انال جانكشن الريكتم بقى هتبقى سيروزا ولا ادفنتيشيا؟ هتبقى ادفنتيشيا. يبقى في الاول كانت في الريكتم سيروزا، هتتحول في عند الانال كانال ريبليسز باي ادفنتيشيا، يبقى مش هيبقى فيه سيروزا. لو خدنا حته كده كلينيكال ابلكيشن، لو حصل في الانال كانال البلاد فيزلز اللي فيها حصل لها تضخم بقت سوولن في الميكوزا والسب ميكوزا، دي هتعمل بينفول ديس اوردر، هتبقى مؤلمه. دي بنسميها البايلز او الهيمورويدس. هيمورويدس معناها اللي هي البايلز اللي هي مين؟ البواسير. دي بنسميها البايلز او الهيمورويدس. يعني ايه البواسير؟ يعني الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الانال كانال القناه الشرجيه هتتضخم، وبالتالي هيحصل منها ممكن يرابشر بعض الكابيلاريز، ولما يحصل رابشر تطلع دم، تنزل دم اللي هو بليدنج، فبسميها بايلز او هيمورويدز. دي موجودة او بتظهر اكتر مع الكونستبيشن. الناس اللي عندهم كونستبيشن امساك شديد بيحصل معاهم بايلز، وبالتالي لازم الاشخاص دول ياكلوا خضروات، لازم ياخدوا ملينات سواء ملينات طبيعية او دوائية، كل ده عشان ما يحصلش الهيمورويدز اللي هي البواسير، تمام كده؟ كده احنا خلصنا محاضرة السمول اند لارج انتستين. ان شاء الله هنعمل لكم باذن الله محاضرة على الام اس كيو باذن الله على السمول ولارج انتستين، وام اس كيو على الاستومك. اتمنى لو حد في حاجة مش فاهمها ممكن يبعتها لي كده، بس الكتابة معلش تبقى بالانجلش. ايضا لو في اي سؤال اوجهه على القناة بالانجلش، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والسداد، وربنا يوفقكم وكل عام وأنتم بخير.